كائنات فضائية في قبو سري، وآلة زمن هي الوحيدة على سطح الكرة الأرضية. هل هي أسرار يخفيها الفاتيكان؟ أم هي مؤامرات مزعومة لمصالح خاصة؟ ولكن المؤكد هو أن قبو الفاتيكان يحتفظ بالعديد من الملفات السرية التي لا يعلم أحد عنها شيئاً. أعزائنا المشاهدين، في هذا الفيديو سوف نستعرض أبرز 5 نظريات تسمى بنظريات المؤامرة والتي أطلقها البعض في العقد الأخير. حفلات جنسية ومخدرات وعمليات طرد الأرواح. هناك بعض التقارير التي أشارت مسبقا عن الوجه الآخر للفاتيكان والذي يخفيه عن العالم، حيث كشف أحد الأشخاص ويدعى فريدريك مارتل، صحفي متخصص في علم الاجتماع، أن الفاتيكان يحيي حفلات جنسية بشكل مستمر ويباح فيها بشرب المخدرات. هذا بغير العديد من الإدانات التي وجهت للبابا حول الاعتداءات الجنسية التي حدثت من قبله، بالإضافة إلى عمليات طرد الأرواح التي يتبناها الفاتيكان والتي تحدث العديد من المشاكل للحالة، حيث يتم تنفيذها في سرية تامة بدون علم أحد. آلة الزمان في قبو الفاتيكان. واحدة من أغرب النظريات المثيرة للجدل التي ترددت في أرجاء قبو الفاتيكان، حيث يقال أنه يحتفظ بجهاز يسمى تشيرنوفيزور، وهو جهاز أشبه بآلة الزمن، حيث يتنبأ ويراقب الأحداث المستقبلية، كما أنه يعمل على كشف الماضي الغامض. ووفقا لما أشار إليه أصحاب النظرية، إلا أن هذا الجهاز هو واحدا من أعظم الأسرار التي تحرسها، حيث أن هذه الآلة هي من حفظت كيان الفاتيكان على نفوذه على مر السنين. ويرجع تاريخ اختراع هذا الجهاز المزعوم إلى 50ات القرن الماضي على يد فريق كبير من أعظم العلماء تحت قيادة العالم الفيزيائي الإيطالي الذي يدعى الأب بيبليغرينو إيريناتي، الذي أصبح فيما بعد كاهنا. والغريب في الأمر أنه قيل أن الأب بيبليغرينو أراد أن يرجع بالماضي ليرى حادثة صلب السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ولكي يؤكد الأب أن الجهاز يتنبأ بالمستقبل كتب خطابا يتنبأ فيه بموعد وفاته عام 1994، لكي يؤكد للعالم أن الجهاز ليس خدعة كما زعم البعض. البابا يتورط مع النازيين في الحرب العالمية الثانية والدليل في قبو الفاتيكان. واحدة من الأسرار القوية التي يخفيها الفاتيكان حدث أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية بقيادة أدولف هتلر. ففي هذه الأثناء كان البابا بيوس 12 يجلس على كرسي الباباوي للفاتيكان، ولكن يبقى السؤال هنا، ما كان موقف البابا من هذه العنصرية ومعاداة السامية التي أقدمت عليها إيطاليا الفاشية بقيادة موسوليني في الحرب العالمية الثانية؟ الإجابة في قبو الفاتيكان السري، حيث يقال أنه يحفظ بداخله وثائقا عن البابا بيوس 12 تثبت تورطه في عقد صفقات مع موسوليني لحماية مصالح الكنيسة في مقابل السكوت على معاداة السامية التي ترعاها الدولة. وهناك إجابة أخرى تقول أنه في الأساس تورط مع النازيين ودعم أدولف هتلر، إلا أنه هناك نظرية معاكسة تماما تقول أن البابا كان يعمل ضد النازيين، كما أقدم على إخفاء اليهود من باتشي هتلر. حقيقة المسيح، السر الأكبر في تاريخ الفاتيكان. على الرغم من الأسرار القاتلة والكبرى التي يخفيها الفاتيكان، يظل أكبر سر يخفيه الفاتيكان متعلقا بالسيد المسيح، حيث يزعم أصحاب هذه النظرية إلى أن أسرار المسيح هي أكثر الأشياء التي يحتفظ بها الفاتيكان، ولكن في سرية تامة. وهناك بعض الخرافات التي تتعلق بهذا الموضوع، حيث يزعم أصحاب هذه النظرية الغريبة إلى أن الفاتيكان يخفي في قبره وثائقا تؤكد عدم وجود المشاكل من الأساس. وعلى النقيض الآخر، هناك من يقول إلى أنها تخفي وثائقا تثبت وجود المسيح، إلا أن هذه النظرية تعد واحدة من أغرب الخرافات التي وجدت في التاريخ. الفاتيكان يخفي بقايا كائنات فضائية. أثار الفاتيكان جدلا كبيرا عام 2012 تحديدا بعد تصريحات الأب خوسيه فونيس مدير مرصد الفاتيكان، حيث قال أنه على البشر أن يعدوا الكائنات الفضائية بمثابة أخ خارج كوكب الأرض وجزءا من خلق الله.
ورجح بأن هناك احتمالية كبيرة تشير لأنه لا يستبعد وجود حياة وكائنات أخرى في الكون، ولكن أصحاب نظرية المؤامرة لم يمررون الأمر مرور الكرام، حيث يعتقدون أنه أثناء حفر القبو السري لمكتبة الفاتيكان تم العثور على العديد من الجماجم الغريبة خلال عملية الحفر، ونسبوا تلك الجماجم إلى الكائنات الفضائية. ولكن الباب الراحل يوحنا بولس أصدر أمرا بالتزام الصمت وقتها بناء على طلب من عدة منظمات أمنية عالمية، كما يؤكد أصحاب نظرية أن بقايا الكائنات الفضائية ما تزال موجودة في الفاتيكان حتى الآن ويخفونها في سرية تامة.